حزام من القنفذة، تفضل يا حزام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. شيخ عندي سؤال أنا. تفضل. نعم. بتسأل عن شو اسمه الصدقة، لماذا لا تجوز على البيت؟ بالرغم فيهم الفقير وفيهم المحتاج وفيهم ال. ما فهمت السؤال يا. يقول لماذا الصدقة لا تصرف على أهل البيت؟ كيف أهل البيت؟ يعني الزكاة. نعم نعم الزكاة يا شيخ. الزكاة لا تحل للأولاد، ما يصرفها على أولاده، ينفق عليهم من ماله ولا يعطيهم الزكاة وقاية لماله. نعم.